أنس الشايب، ليا حمزة، مو فلوكس، بندريتا، أبو فلا، شاور، يوتيوبرز عرب مشاهير كتير وكلنا بنتابعهم، بس الصدمة لما تعرف إنه هدول اليوتيوبرز صارت معهم حوادث كادت تتسبب بموتهم. أنس الشايب يوتيوبر أردني من أصل فلسطيني، عنده أكثر من 10 مليون متابع على كل المنصات. والإشي الخطير اللي صار مع أنس كان عام 2022 وتحديداً آخر يوم في رمضان. فالقصة إنه استأجر مع واحد من أصحابه سيارة لامبرجيني وكانوا سايقينها على الخط السريع، وفجأة وقفت السيارة بنص الطريق والسيارات رايحة جاية جنبهم بسرعة جنونية، وما رديت سيارة أنس تشتغل وضلت واقفة، وفجأة جتهم سيارة سريعة وخبطتهم من ورا، ومن شدة الاصطدام طار صديقه من السيارة وتصاب إصابة خطيرة. وأنس دخل في غيبوبة في اليوم الأول من الحادث، ولما صحي تاني يوم من الغيبوبة طلع بفيديو يطمن المتابعين ويحكي لهم عن اللي صار معه. واللافت إنه نشر ستوري قال فيه إنه مسامح الكل. كل عام وأنتم بخير حبايبي، إناد عليكم بالصحة والعافية يا رب. طبعا حبايبي أنا والله العظيم مصدوم صدمة كبيرة لحد الآن، أنا مش عارف كيف أنا عايش، ما متت لأنه اللي صار الله من فوق كتب لي عمر جديد. والله العظيم شفت الموت بعيوني، 5 دقائق شايف الموت بعيوني ومصدوم إني لحد الآن عايش. الحمد لله رب العالمين، الله كتب لي عمر جديد. بس حبيت أطلع على الستور وأطمنكم وأحكي لكم إني صار معي حادث. هذا اليوم الثاني من الحادث، امبارح كان مغمى علي طول اليوم نايم وجسمي مكسر تكسير تعب. الحمد لله جت سليمة، ما صار معي أي إشي خطير، بس إنه صار معي عدة شغلات، جسمي كله مفتوح ومجروح والحمد لله. أهم إشي إنه مرقت هيك، لأنه اللي صار معي كان لازم أموت فيه. والله الحادث اللي صار كنت فيه أنا وصديق لي جاي زيارة من فلسطين، طبعا ما قدرت أخبركم أول ما صار الحادث إنه فعليا كانت صدمة علي وعلى كل اللي حوالي. الإشي كان صدمة، والصدمة الأكبر إنه طلعنا منه الحمد لله رب العالمين عايشين، لأنه والله العظيم الحادث اللي صار بعمره ما حدا سمع فيك طريقة حادث، يعني إشي غريب. والله العظيم أهلي ماتوا من الرعب، كان الكل متوتر. ليا حمزة يوتيوبر لبنانية محتواها فلوجات عن حياتنا، والقصة اللي صارت مع ليا قصة غريبة، لأنها نزلت مرة فيديو على قناتها كانت بتحكي فيه إنها اشترت سيارة أحلامها وصارت تعرض فيها وهي مبسوطة على الستايل اللي عملاه بالسيارة. وبعد هذا المقطع نشرت مقطع تاني إنها عملت حادثة بنفس السيارة الجديدة، وقالت خلال المقطع إنه الطريق كان تلج وكانت بتسوق عادي وتفاجأت بوجود وادي، فحاولت توقف السيارة بالفرامل لكن السيارة مع التلج اتزحلقت وقعت في الوادي. وأكيد هذا المنظر تبع السيارة بيحكي لحاله إنه الحادث كان خطير وربنا كتب لها عمر جديد. بندريتا يوتيوبر سعودي معروف بمحتوى الجيمينج، والقصة اللي صارت مع بندريتا انه تعرض لمرض نفسي اسمه الاكتئاب الحاد. فالغريب انه بندريتا الكل بشوفه دايما مبسوط وفيديوهاته كلها ضحك، لكن محدش كان عارف شو جواته وبإيش هو حاسس هديك الفترة، وهذا غير انه ما كان يحكي لحد. وطلع بمقطع حكى فيه انه كان بيشعر بالاكتئاب والحزن والضيق بسبب ضغط الشغل على يوتيوب، واسوأ اشي صار معاه انه كان بيجي كوابيس في نومه، ووصل لمرحلة كان بده ينهي حياته باي طريقة ويرمي حاله من فوق البيت. ماني قادر احس باي شعور بالحياة لاي شيء طبيعي انك تسوي، بس كان مرة يا جماعة التصوير والشغلة اشوفه اثقل شيء في الحياة، كل ما يجيله الشعور هذا يزيد مرة ويثقل علي، حتى وصل لمرحلة مرة سيئة وأجلس أبكي مرة ما أدري إيش أبغى أعرف إيش اللي فيه ما نعرف. مو فلوكس يوتيوبر أصوله إيرانية وهندية، قناته الأجنبية من أقدم القنوات على المنصة، وقناته العربية فتحها سنة 2020، ومحتواه عبارة عن تحديات وتجارب. يعني شيء غريب جايز، حتى الصابون ذهب جايز، يعني شوف وكان زمان عبارة عن فلوجات عن حياته. ومرة نزل فيديو قال فيه انه تعرض لحادث سير وتعرض لإصابة مباشرة في راسه وتسبب له بنزيف داخلي في الدماغ. Yesterday I got into a very very bad accident. I had a really bad hit on my head and there's internal bleeding happening inside my head. So you guys can kind of see. Wait, can see it here. My back has been damaged, guys. It's okay. There is a lot of scars, but guys, so this video is kind of an announcement for all of you. After everything that has happened to me, the doctor said I can't be making any more video.
أبو فلا. وقصة أبو فلا إنه طلع بفيديو حكى فيه شو صار معاه بأول يوم استلم فيه رخصة القيادة، وإنتوا عارفين الواحد لما ياخد الرخصة بتحمس، لكن أبو فلا تحمس زيادة عن اللزوم وصار يسرع بالسيارة وقرب يعمل حادث خطير يفقد فيه حياته. وزي ما إنتوا شايفين بالمقطع أبو فلا كان مسرع وقاعد بيتجاوز السيارات سيارة ورا سيارة، وفجأة ما عرف يتحكم بالسيارة وخبط بسيارة تانية. وقال أبو فلا إنه اللي عمله كان خطأ، ونشر الفيديو حتى يكون عبرة لغيره وما حد يتهور بالقيادة وبالذات على الخطوط السريعة. فاليسار الأخيرة صارت سيارة فحط وبقوة، تخيلوا كذا، فحط وبقوة، ما قدرت أثبت السيارة. طبعا التصوير وقف هنا، مسكت السكان بيديني أحاول أثبت السيارة ما أقدر، فالسيارة صار فيها فحطت كذا. دخلت على واحد يا جماعة على قد نياته والله، ماسك حارة يمين حارة الشاحنات كذا، قاعد يمشي بالحارة وماشي 70. دخلت عليه عدمت أم سيارته يا جماعة. هنا أنا السيارة فحطت كذا، أوكي السيارة قاعد تمشي بالحارة اليمين، أنا فحط كذا باليسار وحاول أثبت السيارة، دخلت عليه كذا كذا، دخلت عليه هو قاعد يمشي، أنا نهيته. شاور يوتيوبر مصري عنده فوق 10 مليون مشترك، وهذا اليوتيوبر كان طالع مع أصحابه بسيارته، وفجأة اتصل عليه صاحبه وقال له إنه عمل حادث. فهنا شاور راح له، وبعد ما وصل المكان قرر مع أصحابه يخلوا السيارة مكانها ويناموا بمكان قريب منها. فقبل الفجر طلع شاور مع الشباب عشان يجيب أكل، وهو ماشي على الطريق السريع فجأة دخلت عليه سيارة تانية وخبطته من وراء، وأكيد ملاحظين كيف السيارة اللي خبطته مقلوبة، وواضح إنه الحادث خطير، والحمد لله ربنا نجاهم كلهم من هذا الحادث. هرست لي العربية بتاعتي من ورا. المهم خدنا صدمة، وصلت الشنطة بتاعت العربية البي ام، الشنطة بقت عند الكنبة، يعني انتوا متخيلين، انتوا هتشوفوا صور هتظهر لكم، الشنطة وصلت للكنبة، يعني الحمد لله الوساتر ربنا. لو العربية دي ما كانتش بي ام دبليو، ما كانتش ألماني، احنا الأربعة اللي كنا جوه العربية البي ام دي ما كانش في حد مننا عاش. العربية التمناء اتقلبت ورانا مرتين، يعني اتقلبت في ظهرنا مرتين. ولهنا بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى تدعموني خاصة في ظل الوضع الاستثنائي اللي بنعيشه في غزة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.